مستبقى نشاطور المميزين، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اتمنى انكم ان شاء الله في احسن الاحوال اخواني. للاسف في المغرب حصلت في الاونه الاخيره كارثه، حيث ضرب زلزال المغرب. عدد الضحايا في تزايد مستمر للاسف. تعازي الحاره لاشقائي المغاربه، وشكرا على رسائلكم التي اتوصل بها بخصوص هذا الموضوع. اطمئنكم اخوتي انني اعيش في شمال المغرب، وفي شمال المغرب الحمد لله لم يحصل اي شيء. المهم اخواني، هذه الحلقة سوف تكون حلقة بسيطة أو فكرة بسيطة، من خلالها أحببت أن أتشارك معكم أحد تجاربي الشخصية بخصوص يعني الخردوات، حيث في هذه الحلقة سوف نقوم بترميم قطعة من الخردة ونقوم ببيعها وإياكم، ونرى هل سوف نتمكن من الحصول على ربح مادي أم لا. باختصار إخواني انظروا معي، ببساطة هذه الحلقة سوف تكون حول هذا الفرن. انظروا إلى هذا الفرن، حالته مزرية جدا، الباب مكسور، اليد من هنا مكسورة، العجلات كذلك مكسورة. أما هنا انظروا للمفاتيح فهي محترقة، انظروا إلى حالة الطلاء هنا. أما الكارثة انظروا معي الكارثة هنا، انظروا الحالة جد مزرية، يعني هذه قطعة من الخردة لا تساوي شيئا. وببساطة في حلقة هذا اليوم سوف أقوم بترميم هذا الفرن ومحاولة تجديده قدر المستطاع، بحيث سوف اخذه واقوم ببيعه، ونرى هل سوف اتمكن من بيعه وكم المبلغ الذي سوف احصل عليه كمقابل. وبالطبع لدي افكار ومشاريع الكترونيه لديها اولويه اكثر من هذه الامور طبيعه الحال، التي اراها تافهه بالنسبه لابداعي الشخصي. ولكن اخواني فان الظروف هي تفرض علينا في بعض الاحيان مثل هذه الامور، كيف ذلك؟ فكما اشارك معكم دائما على غرار اليوتيوبرز الاخرين، هذه قناتي بطبيعه الحال، هذا هو استوديو يعني منشئي المحتوى. انظروا بطبيعة الحال إلى الأرباح اليومية، $3 يعني أرباح القناة في الإجمال يعني في الشهر $270، وأنا أعيش على هذه القناة كما أقول لكم دائما. ولكن في بعض الأحيان انظروا معي تحدث هناك الطفرة، $51. تعرفون لماذا هذه $51؟ هذه دعم من عند المتابعين، يعني من السوبر تشات وغيرها من الأشياء التي يعني متابعين ببساطة قاموا بدعمي بهذا النهار، فبالتالي وصلت إلى هذا الرصيد. لذلك إخواني فأنا دائما أقوم في الخفاء في بعض المشاريع الصغيرة من هنا وهناك، بحيث أجني مبلغ من هنا وهناك. وهذه فكرة اليوم، يعني بحيث أن هذا الفرن سوف أقوم بإصلاحه وبيعه مثلا $20 أي 200 درهم مغربية، بذلك أدعم نفسي ماديا من هنا وهناك. وقلت في نفسي أنا أقوم بهذه الأشياء وهذه التجارب، فلما لا أشارك معكم هذه الأمور حتى أولا لا أغيب عنكم، في نفس الوقت يعني تعم الفائدة على الجميع. ببساطة إخواني سوف أخذ هذا الفرن وأقوم بتنظيفه في هذا المكان. لماذا؟ لأن هناك يعني فتحت لي المجارير هنا من أجل التنظيف بالماء. إذا لنبدأ على بركة الله. والآن سوف أحاول التنظيف ببعض الماء الساخن. بطبيعة الحال فإن الماء السخن فهو مزيل قوي خصوصا لهذه الدهون، يمكن أن استخدام هذه مع هذه. انظر معي إلى النتيجة. بطبيعة الحال فإن الفرن لا يحتاج فقط للتنظيف، وإنما الباب مكسور، هذه المفاتيح محترقة، العجلات كذلك فيها مشكل، ومجموعة من الأشياء إضافتني إلى هذا المكان. انظروا معي، ويبدو أنني أستخدم بعض حمض النيتريك من أجل يعني تلميع بعض الأشياء الصعبة، ولكن بحذر لأن هذا السائل فهو عبارة عن أسيد، يعني أقوم بوضعه فوق هذه القطعة النحاسية. انظروا معي للنتائج، هذه هي النتيجة، انظروا، وهذا هو شكلها في البداية. بالطبع إخواني فإن القناع ضروري في هذه المرحلة، لأن الأبخرة سامة جدا لا يجب استنشاقها. بعد ذلك هذا الحمض فهو خطير، لذلك يجب تخفيف كل شيء يعني بالماء الساخن. والآن سوف أقوم بتنظيف باقي القطع، سوف أضعها هنا ثم أصب عليها الأسيد. بالنسبة لهذا الشباك فهو مصنوع مما يشبه ستانلي ستيل، ولكنه صدئ كما تلاحظون هنا، لذلك يعني قررت أن أقوم بطلائه. ويبدو أن يد
هذه الباب فهي مكسورة، والمشكلة أن هذا المعدن فهو غير قابل للتلحيم، لذلك سوف أبحث عن حل بسيط. سوف أستخدم أنبوب الانكماش الحراري هذا، سوف أدخله هنا، لذلك سوف أقوم بتسخينه، وهذه النتيجة كما ترون. إذن سوف أقوم بإزالة هذه المفاتيح. إذن سوف أقوم بطير هذه المنطقة باللون الأسود. إذن وجدت هذه المفاتيح، انظر معي، من جهاز قديم. سوف أقوم بإزالتها من أجل تركيبها في الفرن الخاص بي. ولكنني وجدت مشكلة مع هذه، أي أنها يعني أصغر قليلا وهي لا تدخل في هذا المكان. أنا أبحث إخواني يعني في قطع الخردة، وجدت القليل من هذه القطع ولكنها يعني مختلفة الشكل. هنا في الخردة يعني أثمنتها سوف تكون رخيصة جدا. المهم إخواني سوف أستمر في البحث في الخردة. بعد الرازل هذا. السلام عليكم. أهلا بكم، مرحبا بك عندنا الجوطي يا خوة. قريش من المتتبعين ديالي. أوائل المتابعين ديالي. الله أكبر. قسما بالله من الأوائل المتابعين. ممكن أحدث معايا؟ ما كاين مشكلة أخي. صرفنا شرفنا بالاسم ديالك الأخ ديالي. معكم الأخ جمال. أخ جمال. كنسكن في هذا الحي هذا، حي الوردة. وكان بيع هنا يا بتبيع الشيء هذا ديال الإلكترونيك. إذا دابا من هنا القدام إذا احتجت أي قطعة إلكترونية. أي قطعة إلكترونية مرحبا بك عندي كيف ما بغات تكون. واش دابا أنت كتحب المجال الإلكتروني؟ مولوع مولوع بهذا الشيء الإلكترونيات بصراحة. الله أكبر. القطع الإلكترونية عندك شي صفحة شي قناة؟ عندي صفحة، عندي قناة في اليوتيوب. ديك الساعة واخا تخلي القناة ديالك للمتتبعين. ممكن ما كاين حتى شي مشكل. أوكي خويا شنو اسمك؟ شرفتي لي هذا جمال، الأخ جمال. مشرفين بك الأخ جمال. إذا إخواني واحد من المتتبعين التقيت بالسوق، واهم شيء انه يعمل في السوق الذي اتي اليه كثيرا، يعني لديه قطع الخرده. شوفوا كيف باركي قدامنا الطوموبيل، يعني من الالف الصعيدا، يعني قطع الخرده لن اجد معها اي مشكل. الحمد لله. مرحبا بك اي ساعه اخي محمد. شكرا. مرحبا بالجمهور ديالك. تحيه لكم. شوفوا إذا كان يركب ليه. صافي واخا. الحمد لله وجدت شخص أو محل يبيعها بالقرب من سوق الخردة وبأحسن ثمن ممكن. إذن وأخيرا إخواني انتهيت من ترميم وتجديد هذا الفرن بشكل كامل. انظروا معي إخواني كيف صار شكله الآن، كيف كان في السابق وكيف تحول، لا سيما من هذا المكان. انظر معي. إذن صار شبه جديد تماما، حتى المفاتيح قمت باستبدالها. إذن الآن الخطوة الأخيرة في هذا الفيديو هي أنني يجب أن أقوم ببيع هذا الشيء، لأنني إن لم أجني من خلاله بعض المال فهذا المشروع يعتبر فاشل بالنسبة لي. لذلك سوف أقوم بالتقاط بعض الصور لهذا الفرن وأضعه للبيع على الإنترنت، وأشارك معكم التجربة هل سوف أتمكن من بيعه أم لا. ابقوا معي. وبالطبع أهم شيء إخواني هو أن هذا الموقد أصلا فهو شغال بطبيعة الحال. والآن انظروا معي إخواني، هذا هو الفرن، قمت بتحميله في السيارة من أجل توصيله إلى أحد الأشخاص، لأنه هناك شخص قرر شراءه. والآن علي توصيل هذا الفرن. أنا أتواجد في الحي. انظروا إخواني، تم قضاء المهمة بنجاح الحمد لله. قد بعت الفرن بكم؟ 2 من هذه الورقات، يعني ب400 درهم، ما يناهز تقريبا 40 دولار. انا كنت يعني اقول اذا بعته حتى ب20 دولار فهو ربح، والحمد لله بعته ب40 دولار.